والمتابعة لأهم الأخبار الاقتصادية. أخبار المال والأعمال والجولة الاقتصادية والزميل محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا إلهام وشكرا يوسف. جولة مع أهم الأخبار الاقتصادية محليا وعربيا وعالميا. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على مستقبل الاقتصاد العالمي، مؤكدا ان عام 2022 شهد اضطرابا ملحوظا تعرض خلاله الاقتصاد العالمي لصدمات سلبية متعددة. وأشار مركز المعلومات إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متزايدة تمثلت في تباطؤ النمو العالمي خلال جائحة كورونا، وتراجع معدلات الإنتاج نتيجة سياسات الإغلاق في مختلف دول العالم، إضافة للأزمة الروسية الأوكرانية وآثارها السلبية. وأكد المركز أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباطؤ النمو العالمي في 2023، بينما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001، حيث توقع الصندوق أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 2.7% في 2023. بحث وزير البترول طارق الملا مع سفير أذربيجان بالقاهرة ألخان بوخلوف سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين والفرص الاستثمارية المتاحة في مجال البترول والغاز والطاقات الخضراء. وأشار الوزير خلال اللقاء إلى أن القطاع يمتلك تسهيلات تصنيع متميزة للمهمات والمعدات، بالإضافة إلى الخبرات التي اكتسبتها شركات البترول المصرية خلال السنوات الأخيرة في مجال تصميم وتنفيذ المشروعات الهامة داخل مصر وخارجها، وإمكانية مشاركتها في مشروعات البترول والغاز بأذربيجان. ووجه وزير البترول الدعوة لوزير الطاقة الأذربيجاني لحضور مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023 في نسخته القادمة في فبراير المقبل. أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال أن سوق السيارات الذي أقامته الدولة بطريق العين السخنة بتوجيهات الرئيس السيسي يعد نقلة نوعية في شكل الأسواق المتكاملة، وتم تنفيذه بأقصى المعايير العالمية في الجودة. وخلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة أكد المحافظ أن الدولة تبذل جهدا كبيرا لضبط الأسعار وإحداث توازن بها، مشيرا إلى توافر جميع السلع في الأسواق. كما أكد محافظ القاهرة على استمرار المحافظة في التوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية لتخفيف العبء عن المواطنين وخلق المنافسة، بما يساعد على استقرار وتوازن الأسعار. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعا بعمليات شراء من المتعاملين العرب وسط تداولات مرتفعة. وارتفع رأس المال السوقي بنحو 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1,052,000 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 91% ليغلق عند مستوى 15,981 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 2,962 نقطة. وصعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 4,431 نقطة. أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك أن الطلب الصيني على النفط سوف يتعافى هذا العام نتيجة تخفيف الدولة الآسيوية للقيود المرتبطة بفيروس كورونا، وأبدت تفاؤلا بشأن توقعات الاقتصاد العالمي في 2023. وتوقعت أوبك أن يرتفع الطلب العالمي في 2023 بمقدار 2.22 مليون برميل يوميا أو 2.2%. كما تتوقع أوبك نمو الطلب الصيني بمقدار 510 ألاف برميل يوميا في 2023. في غضون ذلك أوضحت أوبك أن إنتاجها من النفط الخام في ديسمبر ارتفع بمقدار 71 ألف برميل يوميا ليصل إلى 28.97 مليون برميل يوميا.
أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية منخفضة مقتفية أثر نظيرتها العالمية، إذ جدد ضعف النمو الاقتصادي في الصين المخاوف من الركود، لكن أسهم الإمارات واصلت الصعود. وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4%، لكن سهم أرامكو عملاق النفط تعافى من خسائره بالارتفاع 2.2%، وهوي مؤشر السوق القطرية بنسبة 2.2% مواصلا خسائره للجلسة السادسة على التوالي، مع هبوط معظم الأسهم المدرجة على المؤشر. وفي المقابل ارتفع المؤشر في أبوظبي 1.1%، كما زاد مؤشر السوق في دبي بنسبة 0.7%. نهاية أخبار الاقتصاد، عود من جديد إلى يوسف وإلهام. شكرا لك محمد عبد الله على هذا العرض.